لا يقتصر العطاء على المقتدرين. قد لا تستطيع أن تمد يدك لغيرك بمساعدة مباشرة، لكنك قد تستطيع أن تدل مقتدراً فيفرج كربة محتاج، فتكون بذلك السبب في حل مشكلته. بعض الناس لا يمنعه دخله المحدود وقلة حيلته عن تقديم المساعدة للآخرين، فإن مر به فاعل خير مقتدر لا يتردد عن توجيهه نحو من يستحق المساعدة، فيشعر بذلك أنه ساهم في تفريج كربة أرهقت عائلة بأطفالها. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. ما عرفت تنزل من هنا؟ ما عرفنا إلا هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ليش ما نزلت من هنا تشوف؟ لحظة بس خليني أوقف شيخ، لأن هذه تنزل ممكن هيك أحسن. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. حمد. الله يبارك فيك. طيب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سلامتك. الله يبارك فيك. شوف مالك. أنا رجلي. ليش ما نزلت من النزلة اللي هناك تجي سهلة معانا؟ والله ما أعرف، أنا جيت هنا وقلت أقرب، يمكن هذا أقرب. وين رايح؟ عند مين؟ أنا رايح لأبو عبد الله اللوزي. أبو عبد الله اللوزي. اللي هنا تحت؟ ما بعرف، قالوا لي في هالمنطقة. أنا يعني حتى ما اتصلت فيه لأن تلفوني انغلق. إيش حلق تلفون شوي في البيت؟ أنت وين بيتك؟ هذا هنا؟ ما شاء الله مكانه جميل. الحمد لله. ساكن فيه لوحدك ولا؟ لا انا وعائلتي واولادي. ما شاء الله. انت مش اردني؟ لا. اللهجه مش اردني. يمني يعني. ما شاء الله، اليمن السعيد. الله يسعد قلبك. الله يبارك فيك. سلامتك انت شو ذا؟ انا عندي من وانا صغير رجلي. يعني فيني امشي قليل لكن حركه صعبه. انت شو جابك هنا؟ والله احنا هاربين من الحرب اللي قاعدين هنا. من اليمن. كم سنه الحين؟ وصلي 5 سنوات. 5 سنوات. الله يكتب لك الخير. آمين يا رب. ما ناوي ترجع؟ لا، وين أروح؟ دمر، ما عندي بيت في اليمن ولا شيء دمر. سبحان الله. لعله خير، يعني سبحان الله، ربك يكتب الأرزاق. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. أنت وأولادك، أنا عائلتك؟ عائلتي عندي 8 أولاد. ما شاء الله. وأنا وزوجتي 10. ما شاء الله. وكيف عايشين؟ أهل الخير. سبحان الله. وقادرين تعيشون؟ ها؟ قادرين تعيشون؟ والله الحمد لله، ربك ما بيفلت أحد، بيجيبون لنا عن الجيران. طيب لو تعدلت الأوضاع في اليمن ترجع؟ ما بقدر أرجع، لا، إذا ترجع الأوضاع زي ما كانت عليه. ممكن. أما في الوقت الراهن لا. الله يعينك. ما في عندي بيت، ما في عندي. يعني راحت حياتي كلها تقول كأني بالصفر. سبحان الله. الحمد لله. كله خير. ربك دائما يكتب الخير. الحمد لله. يعني ما سوى هالشيء إلا لسبب. الحمد لله. لكن الحمد لله أنت مستقر الآن مع أسرتك، لكن هي المسألة ممكن المعيشة الصعبة. الحمد لله. الله يكتب لك. أقول لك أنا شو يعني، الحمد لله، أقول الله ولا الحمد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. ما عندك أنت رقم الرجل هذا؟ لا ما عندي. أنت شو، ليش واقف هنا؟ والله منتظر واحد فاعل خير بيجيني له. سبحان الله. انت دائما يعني هذه، يعني انت تنتظر الناس اللي تساعدك، انما انت شغل ما عندك. لا. نهائي. طيب اولادك يدرسون يشتغلون؟ عندي 6 في المدرسه. المدرسه ما شاء الله، بس انت معيشتك على الناس. الله يكتب لك الخير. امين يا رب. طيب انا ما بيطول عليك. الله يبارك. سامحني. تفضل، عندي شاي. بس الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، يعطيك العافيه. الله يبارك. اسمع، هذه الطريق هيك.
تمام، بتقدر انك يا حبيبي تروح تشوف العمارة هذه. آه. لو تلف هيك شوي عرباية. لا لا انا شايف، اشرح لي كيف عشان تقدر تروح. في طريق من هناك، من هناك شوف، من هناك شوف العمارة الاولى الثانية الثالثة. تمام. في طريق من عندها تقدر تمشي هيك، يعني طريق متواضع. اوكي. تقدر العرباية تمر عليه. جميل. طلع زي هذا والكفرات عندك مع المطر. انت شو عرفك عندك عرباية؟ ما 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 في عندي عربية، بس كان عندي زيها بس ما في. بس هذه أسهل صحيح؟ يعني أسهل لك للحركة. آه يا ليت، أتمنى إنه ما عندي واحدة زيها نفس هالعربة. آه يا ليت. راح تفيدك؟ آه والله بتفيدني، بس عشان المسجد هذا أروح وأرجع كن نصلي. الوصول للمسجد صعب. تعب علي بالمشي. أنا عندي الأطراف كلها تعبانة. بس عندي هاي فيها 20% بس. يلا أوقف عليها. الحمد لله. أنت تتمنى وهي جدتك العربة. جدتك يا شيخ. صارت هذه ملكك. لا. والله صارت ملكك. الحمد لله. وأنا مشي أروح للبيت مشي. الله يعطيك العافية. أنا ما فيني لا ما فيني شيء والحمد لله، وهذه العربة هي من نصيبك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. يفرحك في الدنيا وفي الآخرة. معاك إن شاء الله. صحة. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وإن شاء الله تساعدك تروح للمسجد وتحل إن شاء الله أمورك. يا رب يحفظك يا رب. وإن شاء الله هذه العكازة ما تستخدمها مرة ثانية. إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. والحين تقدر بكرة تصلي فيها إن شاء الله صلاة الفجر. الله يحفظك. الله يبارك فيك، صارت من نصيبك. يا ربي يسعدك يا الله. الله يعطيك العافية. الله يسعدك ويكرمك الدنيا والآخرة. اللهم آمين. ويكرم اللي قام بهذا الشيء. الحمد لله. وأنت عزيز علينا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. سامحنا شيخ. سامحنا شيخ. الله يجزاك. هذا فرج من رب العالمين. الحمد لله. رب العالمين ما ينسى عباده. وأنت سبحان الله هذا صبرك. وهذا شيء بسيط يعني، هذه راح تساعدك لفترة إن بس تتنقل فيها. الله يكرمكم بالخير. اللهم آمين. أستاذ خالد صحيح؟ أستاذ خالد، يعني دور العربة تنقل فقط، راح تساعدك في أمر بسيط، ولكن أنت لازم بعد أمورك تنحل بشكل أكبر. هذا معاش راح يمشي لك لمدة سنتين إن شاء الله، هذه السنتين تغنيك عن الله أي حد. الله يجزيك. تقدر تساعد في أهلك، وإن شاء الله راح يمسكك معاش من اليوم. إن شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. الله يجزيكم خير. هذه الورقة لك، إن شاء الله الشباب راح يجون ويبدون معاك في مسألة المعاش. الله يرضى عليك. في شيء ثاني أقدر أقدمه؟ الله يرضى عليك. والله العظيم. الله يرضى عليك. إذا في شيء ثاني الحين خلصك. ايوه بيتي عندك، اطلع شوف نفسك. انا مصدقك والله وعارف كل شيء. شوف حالتي انا. احنا دارسين حالتك وعارفينها. الله يحفظك. واهل الخير وصلونا عندك. الله يرضى عليك. الله يبارك. سامحنا. الله يبارك فيك. الله يكتب لك الميزان حسناتكم خير. ويجزى الله خير اهل الخير. الله يبارك فيك. نجعلكم في الخير الدائم. ممكن احضنك؟ تفضل. الله يبارك فيك. الله يرضى عليكم، ما قصرتم. سامحنا. الله يجزاكم خير ويسامحكم. تقدر تستخدمها؟ اه. ولا ساعدك تطلع؟ لا لا بقدر استخدم، انا بخلي عشان لسه بخلي اولادي يسووا لي هناك، يجيبوا لي سمنت عشان اسويها لفن. الله يبارك لك ان شاء الله. يلا اجلس. والله الدنيا بسيطة. الحمد لله. والدنيا بخير. والناس للناس، والناس وصلونا لك. وانت تستاهل. الله يجزاهم خير. الله يبارك فيك. شكرا يا شيخ. الله يرضى عليك. الله يبارك. الله يحسن اليكم الدنيا. شكرا.